نشوف مقادير بقى التشيز كيك بتاعتنا النهارده. تشيز كيك معموله بطريقه جديده ومختلفه جدا وطعم مختلف وطعم جميل جدا، ويفضل تعملوها قبليها بيوم قبل ما ناكلها. انا النسخه اللي عاملاها النهارده بصراحه عاملاها قبليها بيوم، ماشي؟ عاملاها امبارح بالليل. طيب هنجيب كده ايه الكبه ونشوف بقى المقادير. عباره عن تمر طبعا شايلين البذر بتاعه، وكريم تشيز، قشطه، حليب مكثف محلى، بودره كريم شانتي، وكمان معانا موز، معانا عين جمل، خلاص، ومعانا كمان عجوه. تمام، ممكن نحط عجوه وممكن نحط زبده فول سوداني المتوفر عندنا. العجوه حلوه وزبده الفول السوداني حلوه. ليه عجوه او زبده فول سوداني؟ عشان هي اللي هنعمل بيها القاعده بتاعه طبقه التشيز كيك. بدل البسكويت اللي احنا متعودين عليه، لا، هنعمل حاجه ثانيه. القاعده بتاعه كريمه التشيز كيك هتبقى عباره عن عجوه وعين جمل وتمر، ماشي؟ هنحط كده عين الجمل، ماشي، مع التمر، نلفه لفه، خلاص نلفه لفه كده، وهنحط العجوه بعد لما ده يتلف كويس قوي مع بعضه. اهو ونجيب دي كده وابتدي. بصوا اعجنها كده اهو. العجوه بقى هتخلي ايه؟ التمر مع عين الجمل يمسك. عايزه اقول لكم بقى بيعمل طعم ايه بقى في البق كده واحنا بناكل، حاجه طريه مع حاجه بتقرمش. مش قادره احكي لكم الطعم حلو ازاي، يعني بجد الطعم حلو قوي وكمان مغذيه جدا طبعا جدا جدا. احطها هنا كده، كده، وابتدي افردها. واهم حاجه ما تبقاش الطبقه سميكه، خلاص، تبقى رفيعه، ولا رفيعه قوي ولا سميكه عشان لما نيجي نقطعها. يعني هو مفروض ان انا بنزله هنا وهو كريمي خالص وسخن او دافي يعني، خلاص. بس انا هحطه كده دلوقتي، ماشي. معانا مين؟ مش سامعه. غاده، معانا غاده. طب معلش الخط قطع، سامحونا يا جماعه على موضوع التليفونات ده، حاولوا تكلمونا تاني باذن الله هنعرف نرد عليكم، ماشي. اهو طبقه الكاسترد اهي. عايزه اقول لكم بقى يعني مش قادره احكي لكم على جمالها، بس احنا انا طبعا عاملاها قبل الحلقه عشان ما تاخدش وقت طويل. احنا عايزين من الحله كده نقوم حاطينها على طول، خلاص، يعني من الحله نحطها دايركت. طبعا انا ما لحقتش اصلا احطها في الثلاجه، هي المفروض تتحط في الثلاجه بس انا ما لحقتش. هنجيب هنا بواقي العين الجمل مع التمر، هرشه كده رشه خفيفه، ماشي، ده اللي حابب، يعني كفيل جدا ان هو يخلينا ما نحطش سكر خالص للكريمه بتاعتنا. اهي اهي، تمام، واهو كريم تشيز اهي، قشطه، كريمه، شوف محتاجه تاني ولا لا، وبودره كريم شانتي اهو، ماشي. ونبتدي بقى نضربها كده، احطها بالمنظر ده كده. اهو بصوا الحمد لله. يعني عارفين لما الواحد بيقول الامتحان بيحصل فيه ايه بقى؟ يكرم المرء كده. نشيل الكبيرة دي ونحط الصغننة ونشيل عشان ايه بقى كلهم ايه حجم واحد كده، تمام. ونجيب الشوية دول نحطهم كده في النص.
ونحطهم كده على الوش. بالطريقة دي. طبعا اللي بيحب البلح والتمر وعين الجمل هيتبسط بالوصفة دي، واللي ما بيحبهمش برضو هيتبسط، لان انا هما مش واضحين قوي، يعني هما مش باينين قوي انا حاطة ايه. هو في الاخر بنعمل طعم كده ميكس على بعضه وبيبقى طعمه حلو. وهو ده دايما انا بقول الاكل، في اكلات كده معينة مش كلنا بنحبها، بس هيفيد الجسم لما ناكلها، فان احنا نحاول نعملها بطرق جديدة ومختلفة، وفي نفس الوقت ان احنا ناكلها ومش حاسين ان احنا مثلا بناكل حاجة مش عجبانة قوي. خلاص يا اهو، بصوا بصوا عاملة ازاي. حاضر، عيني عيني عيني. هي اصلا هي بتتقسم يا جماعة من دلوقتي، تورته التشيز كيك خلاص اتقسمت وخلصت واتاكلت قبل ما نقدمها اهي. بصوا اهي.